فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لبس خفا على خف ثم إذا مسح، لبس خفا على خف وكلا الخفين ساتر وصالح للمس عليه، فإن مسح على الأول قبل لبس الفوقاني فإنه يبقى المسح على التحتاني، وإن كان ما مسح على التحتاني وبدأ المسح على الفوقاني يمسح على الفوقاني، فالعبرة ببداية المسح على أيهما. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.